الو سناء اختي كديرة؟ لا بس الحمد لله، الله يبارك فيك. بخير، كل شيء على خير، بارك الله فيك. نزهة عندي حبيبة واحد الفقاس على شكل ديك الطاولة ديال الشطرنج. اييه داما. اييه داما، واحد الغريبة ديال اللوز هي زوينة، وعندي واحد الرغيفات تيداروا في الثلاجة الوقت اللي بغيتي انت تقليهم. واخا ناخذ هاد الاقتراحات في ثلاثة، تفضلي نبداو بالفقاس. عندي ستات البيضات. الفقاس ياك ستات البيضات؟ اييه. عندي جوج كيسان ديال السكر، جوج كيسان السنيدة، جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال الزيت، جوج خمارات، جوج خمارات ديال الحلوى، وعند هذاك الساشي ديال الكاكاو اللي تيتباع. اييه الساشيات غادي ناخذو جوج، جوج ساشيات ديال الكاكاو. جوج الخمارات. اييه والطحين حسب الخليط. دابا بحال النساء اللي ما تيعرفوش يقسموا العجينه من بعد ما يعجنوها، يقسموا المقادير، غادي يديروا ثلاثه البيضات خميره، وهادي غيديروا عجينه قويه وعجينه بيضاء. اييه يعني قبل ما نديروا داك الساشي ديال الكاكاو. قبل غادي نقسموهم من الاول، وغادي نعجنوا عجينه بيضاء بوحدها، نعجنوا عجينه، راه كلشي المقادير مقسومه. يعني ست البيضات نديروا ثلاثه في ثلاثه. اييه كاس ديال سنيده في يعني في البيض. واخا نقسموا المقادير كيف ما قلتي. اييه غادي نديروا حرابل. اييه بحال بغينا نديروا الفقات المالح. وغادي نحطوا بحال هكا في الطاوله، مباشره في الطاوله غادي نديروا حربال قوي فوق منه بيض. اييه غادي نديروا حداه بيض وفوق منه قهوي، يعني غنخلفوهم، غنديروا ربعه لتحت وربعه لفوق هكذاك. يعني دوك الحريبلات مثلا درنا واحد شوكولاتي واحد بيض، فوق منه واحد شوكولاتي واحد بيض، وعاوتاني في الجهه اخرى مثلا الحريب الاخر اللي حداه في اللاطه نديروا العكس. لا غادي نديروهم اربعه حدا بعضياتهم، غيعطونا بحال كميره غليظه هكذاك. يعني حريبل حدا حريبل. واخا غنلصقوهم بيدينا، نديروهم واحد. اييه وغادي ندهنوهم بالبيض وندخلوهم الفران، غير البيض بوحدو بلا القهوه، ندخلوهم الفران حتى يطيبوا، نخلوهم يرتاحوا ونقطعوهم، راه غيجينا بحال هذاك داما. ملي غادي ملي غيتقطعوا كيكون كيتحلوا، ما صافي ما كيبقوش لاصقين. لا تيبقاو لا تيبقاو لا الفقاس، غير هو غادي نحاولوا نلصقوهم حنا، لصقوهم مزيان هكذاك. واخا غادي نديروهم بيض، البيض غير نلصق الفوقانيين. غادي نديرو هادوك صافي، غادي ندهنو بالبيض وندخلو الفران، ملي يخرجو راه غادي يجينا مربع. اييه بالالوان هكا ما بين الشوكولاته والبيض. واخا عندي لك واحد هذا الرغايف اللي قلت لك، فيهم نص كيلو ديال الفور. اييه أربعة المعالق ديال القمح بار، جوج المعالق ديال الزبدة، وقبيصة ديال الملح، الملح اللي غادي نمنحو بها يعني هذا حسب الذوق. اييه صافي، دابا غتعجن هاد العجينة شوية قاصحة، وغادي نديروها في بلاستيكة بحال كاملة، كل مرة كتعجنها هي الأولى وتحطها مرة مرة، بدا تورك على هاد يديها ترطاب، تكون هي قاصحة. اييه وغادي نديروها في ديك البلاستيكة راه غادي ترطاب. واخا غادي نشدو مقلا ما يكون فيها لا زيت لا حتى حاجه ناشفه، غادي نقطعوهم هادو سنة راه تيعطونا الا درتهم صغار يعطونا حتى 80 رغيفه. اي كيخرج كميه كثيره. كيخرج كميه كثيره، هذا لا بغاوهم صغار بغاوهم كبار، الحجم كيتحكم فيه اي مرايض كيما بغاتهم. غادي تورقها مزيان وتلوحها في المقله، غير تنشف تهزها ما تخليهاش تحمر. تورقها بحال الورقه، تجي بحال الشكل ديال الورقه بالبسطيله يعني رقيقه بزاف. غادي غير تلوحها في المقله تهزها، غادي تورقها طبعا بالزيت، ولكن ما ترش المقله بالزيت، مفهومه اختي سناء؟ اي مفهومه. صافي ملي غادي تسالي الكميه كلها هي على عافيه مهيله، غادي تطويها النص نصف دائره، ونعاود نديرو مثلات تجينا بحال البريوه. نعاودو قلتينا نشكلوها. لا ملي كنطيبو هذيك نص طيبه كنديروها نصف في دائره. اييه اييه كنطويوها وتنديروها ثاني مثلث. واخا زين بحال بريوه. اييه مثلث صافي، تنقليوها. هذا ممكن ديريه في الثلاجه وتحتفظي به، تمشي لك حتى 20 يوم في الثلاجه. اييه ولكن قبل ما نقليوه نديروه في الثلاجه الا بغينا نحتفظوا به ولا وقت اللي بغينا. اييه عاد نقليوه. هكذاك واخا. ونديروا ليه العسل والجنجلان محمر، هذا كيكون عندنا ديجا محمر، ونديروا العسل والجنجلان. ممكن انا اختي هذا راه درت به اللي كنت عطيتي في رمضان بالكبده. اييه
رصيت بها اللينه ودرتهم سيجار وجوج زوينين. يعني بهذه الورقه بهذه العجينه. واخا لا تكس حالي ممكن نديرو به حتى نديرو بحشوات مختلفين هكا مالحين. نعطيك غريبه؟ اي غريبه ديال اللوز. عندي رابعه ديال اللوز مطحون بقشور. رابعه ديال اللوز مطحون بقشور. عندنا ربع كيلو ديال السكر الثقيل ناقص كاس حياتي. حنا تنقول لك كاس حياتي هنا في مراكش كيقولوا لي ساسبو. هكذاك هو ديال العنبه اللي كان تنقولوا لا 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 ذاك الكاس اللي كان طويل انا شريت واحد بدرهم. شريته بدرهم تنحطو عندي تنعبر به. غير سامبل هو طويل و ما في لا زواق لا والو ياك. لا ما في لا زواق. نص باكيه ديال ديك النخليشه ديال الخميره ديال الحمراء. ورابعه ديال الكوك. علقه صغيره ديال العسل. نصيحه يكون داك العسل ممتاز. علقه صغيره ديال ماء الزهر. ربعه البيضات. مية. نص كاس ديال الزبده مذوبه. والتحنيط غنديرو السكر الثقيل والماء الزهر. غادي ناخذ واحد 3 دراهم ديال اللوز غادي نزينو به من الفوق. ايه واخا هاد سميتها غادي نديرو نخلطو المقادير كلها وغادي نديروها في الثلاجه نخلوها نساوها واحد ساعتين 3 سوايع يعني ديرها في الصباح تو كان ساهل. عاد تصيبها تكوريها وتدوزيها في الماء الزهر وديريها في السكر كلاصي وزيني هاد اللوزه غنخليها هكاك بقشورها ما محمره ما والو. هاد الكميه راه تتخرج لنا 40 حبه. ايه واخا نعطيك انا واحد العسل ساهل الحلويات ديال اللوز. ايه تفضلي. غادي ناخذوا لالا كيلو هذاك القالب ديال السكر. غادي نضيفوا عليه نص سترو ديال الماء غنهرسوه تهريسه مقو هذاك يعني يكونوا صغار دوك الحصص يكونوا صغار يعني قالب السكر غادي نهرسوه مزيان. ايه مع نص سترو نضيفوا عليه نص سترو ديال الماء. ايه اربعه هذاك الحامضه نقطعها على اربعه. وغادي نديروه يطيب على نار عاديه ما تكون مجهده ما تكون ناقصه. هذا راه ممكن حتى المبتدئه تيديروه. مية سهل يعني العافيه متوسطه. غادي تبدا تحرك تحرك تيدير لي هذاك العسل ولا بحال السيرو صافي. مية سيرو عقد. اي غادي نخليه تيطيب حتى تبدا لنا ديك الحامضه ولات حمراء. يعني حمراء بزاف داك اللون غامق غادي البني. تنضيفوا عليه قرعه ديال ماء الزهر. مية ممتاز قرعه ديال ماء الزهر تنخويها عليه وهذيك القرعه نفسها تنعمروها بالماء ديال الروبيني. ايه وتنخوي عليها تنطفيو وتنحركو مزيان هكذاك. مفهومه؟ ايه مفهومه. قلتي لنا قالب السكر يكون مهرس مزيان مع السيترو ديال الماء ياك؟ الماء سمحي لي الماء طايب. السيترو ديال الماء طايب في الاول. طايب. هكذاك وقلتي لنا محامضه مقطعه على اربعه وهادشي كله كنطيبوه على عافيه تكون متوسطه ما مهيله ما مجهده ياك؟ وقلتي لنا نبقاو نحركو حتى يولي عقد ولي بحال السيرو داك العسل. وعاد ديك الساعه غادي نخويو عليه قرعه ديال الماء الزهر من النوع الممتاز. لا 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 نخليوه حتى يطيب نخليوه حتى يطيب وتولي داك الحامضه حمراء. ايه واخا. اي حمر تماما هذاك الماء وماء الزهر تنزيدوه ملي صافي كيوجد عندنا العسل تنزيدو عليه ديك رابعه ديال الماء مع داك القرعه ديال الماء الزهر. يعني دوا في المرحله الاخرى حتى كيولي اللون ديالو عسلي. صافي ولا لا عسلي ولات ديك الحامضه تعسلات ولات ماغو. ايه كراميل. صافي تنطفيو عليه العافيه وتنحركو مزيان وتنخليو وتنحيدو هذيك الحامضه. واخا هذا راه تندوزو في دوك الحلويات ديال العسل ملي تنبغيو تنزيدو فيه الناقص باش كيعطونا هذوك الحلوه اللي تنصايبو ديال اللوز. اي حلوه ديال اللوز ديال اللوز. ايه تنغطسو فيها تنزيدو فيه قبل ما نديرو فيه الحلوه تنديرو فيه شويه الناقص على قبل البريه. واخا تبارك الله عليك كنزها من مراكش. شكرا لك.